والله معلمين في فاكهه مرسبنه، عارفين نروح نجيبها. وين مكان هذه يكون مرسب السفينه هذه؟ وي طبعا شباب، زي ما شايفين احنا في الشخصيه تبعتنا القديمه تاعت زمان اذا فاكرينها، فمش عارف الشباب حيعرفوني اليوم مش حيعرفوني اليوم، ما بعرف فيها انا شباب. واحد شكله قاعد بدور على الفاكهه لا اعلم. طيب احنا هيك المفروض نكون متنكرين، انا مش عارف انا هيك اصلا وين راحت هذه، مش عارف انك متنكر معقول. مش عارف يا معلمين. والفاكهه هاي هاي فاكهه يا الله، كنا نعطيها لواحد يا شباب طلعت بتخزي. لا والله دارك دارك يعني ماشي حالها. هذا ايش مع فاكهه؟ هو ايش معك فاكهه يا معلم ضوء؟ طيب خلينا نصف سيارتنا هان. صف يا معلم، هذه مش سياره، هذه سفينه، هذه صفها يا معلم. في هناك ناس فوق، في واحد مسكنا شكله. يا الله يا شباب على الفاضي على الفاضي، ايش ما عمل الاسم مشكله. بدنا نتنكر يا ناس، مش عارف كيف الصراحه يا شباب. طيب هذا ايش بيساوي؟ ولا تقليد؟ كبسني يا شباب على راسي. هاي معي سبايك انا يا معلم. خد يا برو خد يا برو خد. طب خلينا شباب نقول له الصدقي. عارفين شباب بدي اكلمه خليجي اشوف. بعرف احكي خليجي ولا لا؟ صدق كبير صدق. لا صح الخليج بقولوش كبير. اح نفس سكن. ايش عرفك انه نفس سكن؟ هذا سكن القديم يا معلم. هذا بده يقتلني هذا. هاي انت ايش قصتك انت يا معلم؟ ايش قصتك؟ ايش معي سبايك يا معلم؟ معي سبايك. دن 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 دن. قسم بالله كل يوم اتابعك. شكرا يا حبيب. مش عارف. الشباب بده يتكلم خليجي كيف؟ معلمين بصراحة مش عارف ايش بدي اعمل، يعني شوف غيرت السيرفر لقيت فيه اجانب هياتهم، بس دخل صاحبنا ومسكني على طول يا شباب. طب ايش اعمل انا؟ يعني قلت اغير السكن القديم يمكن الشباب مش عارفيني، بس طلعوا الشباب لسه حافظيني، فبصراحة مشكلة كبيرة. هيات صاحبنا قاعد هنا. اوي لونك؟ شباب خلينا نطلب منه فواكه. قديش ليفل هو؟ استنى خير انت شلونك؟ تمام والله يا دراكس، كل ما ادخل جيم يقولوا لي سلم على دراكس. الله يسلمك يا معلم. طيب شباب قلنا له معك فواكه تعطيني، لانه في شباب الفتره الاخيره صاروا الشباب كتير يدخلوا بحسابي ويطلبوا فواكه زي هيك، ويطلبوا جيم باس وهم باسمي انا، وانا شباب ما بطلبش من حدا حاجه، فشنو محتاج قل لي. عيوني لك انت ومايكي. لا حبيبي شكرا، انا قاعد بصور. عفوا لا تنسوا تحطون لايك واشتراك. لو حدا كلمكم باسم دراكس وقال لكم بدي فواكه ما تعطوه بيكون نصاب يا معلمين. طيب شباب بدنا نغير سيرفر ونشوف. نقول بسم الله غير سيرفر يا كبير اقتلني. لا بدي اقتلك يا معلم. طيب معلمين احنا شباب عند او في سيرفر، يعني في سيرفر اجنبي، ففيها انا شباب فاكهة النار، انا بدي اشتريها. اوكي فكرت على شريتها بروبو. اوكي فاكهة النار المفروض انا رجعت لها. اوكي اوكي تمام تمام، ضرباتها شغالة. في هناك واحد مع كنترول بدي اروح اظبطه، مش عارف بدي اروح اشوف، بدي اقول له بتعرفني ولا بتعرفنيش؟ اذا بعرفنيش بدي اكبسه على راسه. واكيد مش حيكون بعرفني يعني، بس خلوها حجي يعني هيك. وينه هذا المعلم؟ هاي كنترول مان. ايه هذا بضربني؟ هذا بضرب في باقي، والله فكرته بضرب فيا شباب قاعد. اوكي قتلته هو المسكين كمان. سوري 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 يا معلم سوري. وينك؟ انا ايش بسبح اصلا؟ انا في معي هذه طير كبير. اضرب اضرب في اللحيه ولا ايش؟ والله اللحيه، هاي اللحيه شباب. اللي ما شافش اللحيه معلمين، نعطي اللحيه على راسه. واي كبير. هوي حقتلهم المشكله، انا مش اقتلهم الشباب. بارتي يا معلمين بارتي. انا بحريه صح؟ مش حينفع. التمت كبير التمت. التمت يا معلم. مسكين هذاك حيكون المسكين حيموت. جايك بفاكهة نار يعني اسطورية من الاخر يا معلم. اوكي ممتاز. والله ما انا عارف لو انه السيف معاي. يا الله خد. في واحد راح المسكين. طب خد خد تعال تعال جنبي. ايوه هوي هوي وينه؟ تفا ايوه المعلم. اوكي حرق قلبه يا معلم. انا مش عارف شو مشغل هكذا تنبؤ، شو هكذا تنبؤ.
الحرب شغال يا كبار. والله شاب الحرب شغال طيب. خد يا كبير خد خد بس زبط لحالك. والله هو شاب قوي، هو قوي يعني مش ضعيف، مش انه في العالم الاول يعني انه اللحية البيضاء هبيل يعني مثلا مرة. وايت بيرد هيا الشنب الابيض وينك؟ وينو شاب هذا؟ والله شاب انزنك في النص المسكين. اوكي لا ما جتش فيها الضربة. وين هو؟ او هيا تعال ضعيف ليش متخبي هان؟ شوف 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 متخبي. يلا شباب اخره هيك هيك اخره هيك اخره. يلا 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 بس خلص خلص بس خلينا شباب بس نقتله بالفاكهة وراح. استنى يا معلم. اوكي بوسنتو something has your بوسنتو. البوسنتو عندي بقول له الحين اتطور شايفين يا معلمين طورنا لبوسنتو طورنا لب. طيب خلينا شباب نروح نشوف البوسنتو. نشيل دارك بليد بوسنتو نشوف شباب بوسنتو ضرباته ايش صارت. يعني هي في ضربة الاكس او خلينا نشوف الزد تغيرت اعتقد. تغيرت صارت في انفجار صار في انفجار يا معلمين. والله حاجة اسطورية. خد يا معلم يا سلام. اوكي ضربات بتخزي بس ماشي يعني المهم طورنا يا معلمين طورنا البوسنتو. ايش يا معلم ايش فيه ايش فيه يا معلم ايش فيه قول. طب انا ايش افهم من الضربة هذه يعني الحين؟ ايش افهم؟ طيب شباب شكله هذا مش عارف مش والله شارك كيس الزبالة. والله انك اسطورة يا معلم انت احسن حاجة في الدنيا كيس الزبالة. السلام عليكم يا معلم. نوني سوري سوري يا معلمين اسف. والله يا معلمين يمكن هذا يا شباب يمكن سيف رقم 12 او 13 مش متأكد قاعد بدور على اللحية البيضاء تاني بدي افجمه بدي اوريه السيف اللي معاي اني طورته يا معلمين. بس المشكله شباب اللي عندي هذا مش على السيف على الفاضي يعني بس مش مشكله بدنا نعلمه الادب يعني. انا عملت سبون هنا وخلينا نشوف ان شاء الله نلاقيه يعني في سيرفر من السيرفرات. معلمين هوي اخيرا يا شباب اخيرا لقيناه المعلم. يا معلم لحيه هوي ممكن اخذ صوره معك؟ نوب يا معلم بدي اخذ صوره معك يا معلم استنى. هو شاب معصب شوي بس بس لا انا بدي اخذ صوره معه. ممكن يا معلم؟ والله رضي يا شباب رضي خدنا صورة. طيب يا شباب خلينا نطبق كتل في المعلم هذا. السلام عليكم يا كبير ممكن هذا؟ ولا لا يا زلمة استنى يا زلمة تعال انا بدي اعصب عليك خد هذه. يا الله المسكين هذاك اكلها. والله مش قصدي يا معلم مش قصدي. ما علينا شباب. طيب حنقتله كمان مرة يا كبار نشوف. تعال يا بوسنتو بوسنتو مين؟ أنا اللي معي بوسنتو. خد بدك تجرب شوف هاي 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 طورناه يا معلم عشان أنت مرسبين لي هان في العام الأول فرحانة حالك فطورنا منك السيف يا كبير ورحت. خد يا خد يا خد 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 قاعد لي في العام الأول فرحانة حالك قصة. عمل لي زلزال. أوكي مش قصة كبير. خد هذه خد هذه كبير مسكين هذاك كمان مرة يا عم ليش بتشغل أنت شو اسمه؟ وين راح هذا؟ وين راح اللحية؟ اختفى الشباب مش عارف وين راح. هاكو فوق هو قاعد فوق. اوي هذا بقول اوي اوي هاي في كمان اوي اجا بودي ميد اشرد يا معلم مش فاهم حاجة. اشرد 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 اكل كتل المسكين. خد 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 بس زبط لحالك. طيب شباب الحرب قائمة على مستر لحية. انا حكت لك السيف يا معلم ماشي
انا حزبتك الحين اعطيك سيف مزبط ورحت درجن 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 درجن. وينه مستر الحية؟ تعال تعال بس تعقول لك تعقول لك يبا معلمين شاب اللي سنتين قاعد بضرب فيه بالسيف مش راضي يتدمج. تقول ايش قال تشتو يا الله. اوكي بقدر بقدر اضرب بقدر اضرب كويس كويس. طب استنى لو كبستك التمت يا معلم تيجي فيك. يا الله مات في الهذا. الله علينا يا عمي يا عمي بديش اقتله هيك. بديش اقتله هيك انا. انت قتله بالسيف قديش هو ليفل السيف 158. ما علينا ما علينا. شوف شو بيطلع لنا فليم واحنا معانا فليم والله لو. طب اسمع خلاص خلينا نشوف المشكله هذا السيرفر ايش اجنبي. ما علينا خلينا شباب نروح نشوف هناك اذا في حدا بده الفاكهه نعطيه اياها يلفل فيها كويس يعني بدل ما نرميها حرام يعني. ممتاز. انا كنت شباب بدور على اللحيه للحين ما لقيته كمان مره بدي اقتله بالسيف خلاص انا مصمم اللحيه يموت بالسيف. معلم هوي خد خد فاكهه تعال خد. هوي معك دايموند انت ايش رايك يا معلم تاخذ الفاكهه؟ محتاجها كبيره ولا مش محتاجها؟ قول قول بس قول قول يا معلم. يس طيب محتاج شباب تفضل يا معلم. مبروك كبير مبروك مبروك مبروك. كل 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 صحه وعافيه كل كل صحتين يا معلم صحتين. شوف وين متخبي الاخ شوف شوف ليه متخبي هان يا معلم؟ انت هان مكانك هانا بتكون هانا في المنطقه هذه قاعد او هانا ايش بتسوي فوق؟ تعال تعال قتلنا بالله قتل مزري. يا خيبتي على المنوبة يا خيبتي علينا يا شباب. شباب هذا من النوع اللي بزهق وين راح بضرب لي زلزال قاعد. ها ايوه يا معلم اوكي شباب كبسنا على راسه المعلم مش حتيجي فيه الزلزال. واخيرا كبار اخيرا شباب قتلناه بالسيف بس ما اخذناش ولا حاجه المشكله ولا ليفل ولا اخذنا اي حاجه. فيا معلمين اذا عجبتكم شباب الحلقه هذه يا ريت ما تحرمونا من لايكو من اشتراككو معانا في القناه يا شباب. الامور هذه شباب تدعمنا تدعمنا دعم جامد في القناه. ومن هنا يا ابطال الى الحلقه القادمه ان شاء الله براكم على خير و